النهارده الحقيقه يوم بائس في تاريخ حريه والصحافه، ويوم غريب وكاشف للمنافقين والمتلونين، خصوصا من جماعه الاخوان اللي لسه بيقولوا لنا حتى هذه اللحظه ان رجب طيب اردوغان هو راعي الديمقراطيه والحريه. النهارده كان في فصل جديد من عمليات القمع المنظمه اللي بيمارسها رجب طيب اردوغان رئيس تركيا ضد الصحفيين وضد المعارضين. النهارده حصل حاجه في تركيا يا جماعه، لو حصل نصها في مصر او ربعها او تلتها او عشرها او حته منها كان العالم اتقلب وصحافته انتفضت، وكانت كل الناس دلوقتي بتصور فيديوهات وصور تحت شعار الصحافه مش جريمه. لكن الغريب ان ولا حاجه من دي حصلت. بيان صغير قوي من الاتحاد الاوروبي هو اللي اعترض على اللي حصل النهارده في تركيا. لكن ما شفناش مثلا الاخوان بيعملوا صور يقولوا الاردوغان يا عدو الحريه، ولا شفنا الاخوان اللي قاعدين في تركيا او اللي بيطلعوا من فضائيات الاخوان اللي بتبث من تركيا عملوا فقرات عن قمع الصحفيين او دفع عن الصحفيين اللي سجنهم اردوغان النهارده وشردهم واعتقلهم وشتمهم. قبل ما ادخل في تفاصيل حكايه اردوغان مع الصحافه، تعال احكي لك بالظبط ايه اللي حصل النهارده من واقع ما هو منشور في بعض الصحف المصريه والعديد من الصحف التركيه ونيويورك تايمز ووكاله رويترز. الشرطه التركيه النهارده طلعت النهارده طلعه حلوه كده، طلعه كده زي طلعه البلطجيه، عملت حمله اعتقالات ضد انصار الداعيه فتح الله جولن، منافس القوي لرئيس تركيا رجب طيب اردوغان اللي هو رئيس حركه الخدمه. العمليات دي استهدفت مكاتب صحيفه زمان، ودي صحيفه معروفه بقربها من حركه الخدمه ومن كولن اللي هو منفي في الولايات المتحده. التحركات القمعيه دي جت بعد يومين بس من اعلان اردوغان ان هو هينفذ عمليه جديده في اواسط انصار كولن علشان يفضهم عنه. وده حاجه كده زي الثأر. اردوغان بيثأر لنفسه من فضيحه الفساد اللي كشفها كولن ومجموعته قبل عام من دلوقتي، يعني قبل شهور من دلوقتي. اللي حصل النهارده ان اردوغان طلع الشرطه بتاعته وهجمت 13 مدينه ب 13 مقر في تركيا علشان تقبض على حصيله كان قوامها 14 شخص من القرايبين والقيادات من حركه الخدمه ومعروفين بمعارضتهم لاردوغان. يعني لا قتلوا ولا سرقوا ولا حتى اتظاهروا، جابهم من بيوتهم. وكمان تم اصدار مذكرات توقيف واعتقال لحوالي 32 شخص تانيين بما فيهم اكرم دومالي ده رئيس تحرير جريده الزمان. في ولايه اسكي فرق الامن طلعت جابت منتج مسلسل الصقور صالح اصان والمخرج انجين كوتش على ذمه القضيه دي ان هما برضو متعاطفين مع حركه الخدمه. اتجمعت حشود من الناس امام مقر صحيفه زمان في ضواحي اسطنبول وارغموا الشرطه ان هي تبعد من غير ما تعتقل مزيد من الموظفين. الجماهير وقفت قدام او عشرات المتظاهرين وقفوا قدام زمان جريده زمان ورددوا هتاف زي لا يمكن اسكات الاعلام الحر دفاعا عن الصحفيين. زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض جمال اوغلو طلع وقال انا ضد حمل التفتيش دي والاعتقال بتاع الصحفيين، احنا دايما لازم نقف مع المظلوم وسنستمر في سياستنا دي ضد قمع اردوغان. محطه سي ان ان ترك طلعت النهارده بتحاول انها تتعامل مع الموضوع ده، عملت تقرير عن وقالت عن زعيم الحزب الكمالي انه الاعتقالات وعمليات التفتيش اللي بتتم دي بتعيد الى الاذهان حقبه الانقلاب العسكري يعني بتثبت كذب ادعاءات حكومه العداله والتنميه بتاعت اردوغان بانها بتحمي الحريات وبتدافع عن الديمقراطيه. محطه ان تي في الاخباريه التركيه هي كمان طلعت قالت ان الحمله دي سببها رغبه اردوغان من الانتقام من كولن ومجموعته لانهم كشفوا فضيحة الفساد والرشوة بتاعة 25 ديسمبر اللي فات حضراتكم لو تفتكروا، اللي تم اتهام فيها أبناء 3 من الوزراء بتوع أردوغان وبسببها استقال 4 من الوزراء بتوع أردوغان وحزب الحرية والعدالة والتنمية سوري اللي كان برئاسة رجب طيب أردوغان واستقالوا. كانت فضيحة كبيرة جدا إنه الراجل اللي بيتكلم عن النزاهة والشفافية طلع عنده فساد كبير. موقع صحيفة ميليت التركية هو كمان عمل تقرير بيقول إن في مجموعة من الشباب كان عددهم حوالي 50 رفعوا لافتات ضد زيارة داوود أوغلو رئيس الوزراء التركي ووصفوه بأنه هو مهندس الحرب والأصولية ورفضوا أنه هو يدخل مدينة أدرا.
وقبل زيارته وقف عمل المظاهره دي على طول. الامن اتدخل ضرب غاز مسيل للدموع، فرق الشباب، ضرب ميه، ضرب بعض الشباب، اعتقل من الشباب دول حوالي 6. مجلس اداره صحيفه زمان قبل ما ندخل بشويه طلع بيان وقال ان اليوم ده يوم مرير جدا بالنسبه للديمقراطيه وحريه الصحافه في تركيا، وان اردوغان بيواصل قمعه لحريات في تركيا وتدمير كل خصومه ومعارضيه. البيان اتكلم عن عدد الصحفيين اللي تم اعتقالهم، في مقدمتهم رئيس تحرير الصحيفه اكرم دومالي زي ما قلنا، وقال انه الاعتقالات لم تستند الى اي اتهامات، وقال ان واضح ان جريمه صحفيين جريده زمان الوحيده هي تركيزهم على فضح وقائع الفساد الكبرى والنزعات الاستبداديه بتاعت اردوغان. الصحيفه طلبت من القراء الاتراك ان هم يطمنوا، وان الشعب التركي لازم يطمن ان الصحيفه هتفضل مع حركه الخدمه تقود مسيرة المضادة لعدم الركوع إلى أردوغان واستبداده وديكتاتوريته. وقالوا إن احنا بنؤمن إيمانا قويا بأن هذه الفترة المظلمة من تاريخ تركيا، هذه الفترة القمعية، يوما ما ستنتهي وتصبح تركيا بلدا يتمتع بحرية كاملة للصحافة وديمقراطية من الدرجة الأولى. رجب طيب أردوغان رد بكل وقاحة على الأفعال القمعية دي في تصريح نقلته نيويورك تايمز، وقال انه هيفضل يواصل كفاحه ضد الكيان الموازي، في اشاره منه لحركه الخدمه اللي بيتزعمها الشيخ فتح الله جولن، انه مش هيقف، هيفضل يقضي على الحركه دي. لاحظ هنا حضرتك ان اردوغان بيقول نفس الكلام اللي كنا بنقوله على مكتب الارشاد بتاع الاخوان، لكن الاخوان دلوقتي ساكتين، وكان حلال لاردوغان انه يرفض انه يكون في بلده كيان موازي اللي هو حركه الخدمه. وبالمناسبه هي مش كيان موازي ولا حاجه، ده حركه عاديه جدا تشتغل على الأرض وقانونية. بس حرام بقى بالنسبة للسيد أردوغان إن المصريين يرفضوا وجود مكتب الإرشاد اللي مش هو بس، اللي مش بس مجرد كيان موازي، لأ ده دولة داخل الدولة وضد الدولة المصرية. هتقولي أنت بتقول الكلام بتاع أردوغان ده علشان هو بينتقد مصر والسلطة في مصر، هقول لك لأ. على فكرة من حق أي حد، وقلنا قبل كده هنا في نفس البرنامج، يعترض على مصر أو بعض الممارسات زي ما يحب، أو يعترض على الرئيس المصري زي ما يحب. من حق أي حد ما يبقاش راضي عن الأداء زي ما بيحب. لأن دي عملية تقويم من صميم العملية الديمقراطية ومن صميم تعليم الإسلام ومن صميم اللي إحنا عاوزينه. لكن اللي مش عادي خالص إن الشخص اللي يطلع يدينا عبر ومواعظ ويتهمنا بإن إحنا دولة قمع، يكون هو أول شخص يعتمد القمع مبدأ للتعامل مع شعبه ويقتل في الناس ويكمل أفواه زي ما أردوغان بيعمل. لما حد يكلمنا عن الديمقراطية والحق والحرية أهلا، لكن لما واحد زي أردوغان يكلمنا عن الديمقراطية والحق والحرية تبقى بايخة. لأنه ما ينفعش واحد حرامي يكلمك عن الشرف، ما ينفعش دكتاتور وطاغية بيلجم الصحفيين بالشكل ده وبيضرب خصومه بالشكل ده يكلمنا عن الديمقراطية. واللي حصل من أردوغان النهاردة مش حاجة جديدة أو استثنائية عشان تقولي ما تكبرش الموضوع، لا هو كده على طول، بدليل أن تقرير لجنة حماية الصحفيين بيقول أن تركيا للعام الثالث على التوالي بتتصدر المركز الأول في قائمة البلاد الأكثر قمعا للصحفيين، وأن الصحفيين هم أكثر ناس تعرضوا للظلم بعد أحداث جيزي بارج وقضية الفساد والرشوة. والنقابة الصحفيين في تركيا طلعت أن فيه 981 صحفي تم طردهم من عملهم السنة اللي فاتت بسبب ضغوط أردوغان، وأن 56 شخص من كبار العاملين والكتاب في الصحافة استقالوا مناصبهم بسبب ضغوط أردوغان، وأن عشرات المراسلين والعديد من الكتاب زي ياوس بايدر وحسن جمال وأحمد ألتان وجان دوندار وغيرهم كل دول قفلوا وبطلوا كتابة بسبب ضغوط أردوغان. أن الحكومة التركية اللي حضرتك بتقول عليها حرية وبتاع دي حظرت يوتيوب وتويتر السنة اللي فاتت لأنها شافت أن المظاهرات ما ينفعش تبص لبره. الحكومة التركية بتاعت أردوغان اللي بتقول لك أن احنا أحرار وديمقراطيين عملوا مكتب تفتيش زي محاكم التفتيش بتاعت الكنيسة زمان جوه كل مدرسة تركية، بتجيب الطلبة وتسألهم انتوا ايه رأيكم في كولن؟ ايه رأيكم في حركة الخدمة؟ بتحبوها ولا مش بتحبوها؟ التقارير بتاعت منظمات حقوق الإنسان اللي بره بتقول انه أردوغان هو أكتر زعيم أو أكتر رئيس شتم معارضيه واستخدم مصطلحات لا تجوز اصلا ولا تصلح ان يتم استخدامها من قبل راجل يدعي انه ديمقراطي ويبني دوله ديمقراطيه. فما نتكلمش عن حاجه
صغيرة أو حادثة عرضية. لكن الكلام ده كله بنقوله ليه؟ بنقول عشان زي ما قلت لك كده ما ينفعش واحد حرامي يجي ينصح حد. ثانيا علشان حضرتك تبص على الإخوان بيعملوا إيه. الإخوان دلوقتي قاعدين في تركيا قلبوا الدنيا علشان حصل بعض الحاجات اللي احنا رفضناها بالمناسبة مع صحفيين الجزيرة أو قضية صحفيين الجزيرة. النهاردة ولا حس ولا خبر. فإحنا قدام ناس بتكيل بمكيالين لمصالحها الشخصية. هروح لفاصل بعد موضوع تركيا ده وارجع اكمل مع حضرتك. الصحافة المصرية صفحاتها الأولى فيها إيه غير الغرائب والطرائف اللي احنا قلناه؟ واعتبروا يا سيدي الجزء الثاني من الغرائب والطرائف. أشوفك بعد الفاصل.